بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل اليوم بدنا ناخد الجزء الثالث من البروتين استراكشر اللي هو كواتيرنري استراكشر. الكواتيرنري استراكشر ايش هو؟ هل جيت يا اخواننا المحترمين، احنا قلنا التيرشري استراكشر صار له مور فولدينج عن طريق بوند، مثلا بتوين الار جروب، البوند بتوين الار جروب، مثلا هيدروجين بوند، ايونيك بوند، هيدروفوبيك بوند. اذا هذا هو التيرشري استراكشر. التيرشري استراكشر يحتوي على اونلي وان بولي بيبتايد تشين، على اونلي وان بولي بيبتايد تشين. هل جيتي تجمع تيرشري استراكشر مع tertiary structure بيعطيني quaternary structure الشكل الرباعي. فالquaternary structure هو تجمع tertiary structure together، وبالتالي الquaternary structure لازم يكون more than one polypeptide chain، يعني من two polypeptide chain فأكتر. فالquaternary structure هو تجمع 2 مثلا تيرشري ستراكشر، 3 تيرشري ستراكشر، تمام؟ اذا 2 بولي بيبتايد تشين فاكتر. الكواتيرنري ستراكشر ممكن يكون له سب يونت عديده، طبعا اقل شيء لازم يكون 2 سب يونت. ما احنا قلنا 2 بولي بيبتايد تشين، كل واحده من البولي بيبتايد تشين بتعطي 1 سب يونت. فممكن يكون الكواتيرنري ستراكشر عباره عن بروتين يحتوي على 2 سب يونت. فإذا كان الكواتيرنري ستراكشر بروتين يحتوي على 2 سب يونت بسميها دايميريك، بسميها ايش؟ دايميريك، يعني 2 سب يونت. اما 3 سب يونت بسميها ترايميريك، اما 4 سب يونت بسميها تتراميريك، طيب لو سيفيرال سب يونت بسميها مالتي ميريك. الان يا اخواننا المحترمين، انا عشان اربط سب يونت توجذر، عشان اربط سب يونت توجذر، استحاله اربط السب يونت بواسطه النان، بواسطه الكوفي النان، بواسطه الكوفيلانت موديفيك انتر اكشن. اعيد، لو انا يا اخواننا بدي اربط السب يونت مع بعض، اربطهن باي بوند ما عدا الكوفيلانت، وبالتالي ده سب يونت ار held together by non-covalent interaction. ايش يعني non-covalent interaction؟ انه البوند مش covalent، البوند مش covalent. وبالتالي عندما يتم ربط two subunit together، بدك تربطها بروابط non-covalent. non-covalent مش تقول لي covalent في الامتحان يا اخوانا، خطأ، ممنوع. من هذه الروابط non-covalent الهيدروجين بوند إذ رابطة non-covalent، الهيدروفوبيك بوند رابطة non-covalent، وكلا الهيدروجين بوند والهيدروفوبيك بوند weak بوند. أما الايونيك بوند إذ non-covalent لكن strong بوند. إذن ممكن يتم في الهيدروجين بوند او في الايونيك او في الهيدروفوبيك، الايونيك سترونج، اما الهيدروفوبيك والهيدروجين بوند از ويك، وكلا الثلاث روابط هدول از نون كوفالنت انتر اكشن، نون كوفالنت انتر اكشن. الان يا اخواننا المحترمين، هل جيت لو كان الكواتيرنري استراكشر يحتوي مثلا على 5 سب يونت، هل لازم الخمس سب يونت يتشاركوا في الوظيفة؟ لا، ممكن كل واحد من هدول السب يونت في الوظيفة independent، وبالتالي في الفولدينج independent، تمام؟ طيب هل ممكن الخمس سب يونت يصير لهم تناسق في الوظيفة؟ ممكن. الهان الهيموغلوبين، الهيموغلوبين هو مركب كواتيرنري استراكشر يحتوي على 4 سب يونت، تنتين الفا وتنتين بيتا، يعني 4 بول بيبتايد تشين، الفا بيتا بول، يعني الفا بول بيبتايد تشين، بيتا بول بيبتايد تشين، الفا بول بيبتايد تشين، بيتا بول بيبتايد تشين، 4 بول بيبتايد تشين الهيموغلوبين. الان الهيموغلوبين الاربعه هذول وظيفتهم حمل اكسجين، اذا ذا سيم فانكشن. لكن ركز، هل جيت مثلا نقول الافينيتي انه
حقيقتي الهيموجلوبين مش حامل ولا اكسجين، مش حامل ولا اكسجين، بده يحمل اول اكسجينه. فبقول الافينيتي لحمل اول اكسجينه للهيموجلوبين نقول 10%، 10% الافينيتي. تمام. فلما ترتبط اول اكسجينه بتخلي الافينيتي تزيد، ها بتخلي الافينيتي تزيد في ارتباط الاكسجينه الثانيه. هو كان الافينيتي في حمل اول اكسجينه 10، بيقول لي لما يحمل ثاني اكسجينه فالافينيتي لحمل ثاني اكسجينه بصير 30%. تخيل. طيب فهدول التو اكسجينه اللي ارتبطن بيخلوا الافينيتي للموقع الثالث انه يرتبط فيه اكسجين اكبر، مثلا نقول 60%. طيب الثلاث اكسجينات اللي ارتبطن في الهيموجلوبين، طب ضل موقع فاضي لازم يرتبط فيه اكسجينه، فالافينيتي لهذا الموقع مثلا بصير 100%. فتخيل الافينيتي للموقع الاخير اكبر. طبعا ها ايش يعني الافينيتي؟ يعني قدره ارتباط الاكسجين في الموقع تبعه. فالافينيتي لارتباط الاكسجين في الموقع الرابع من الهيموجلوبين اكبر ب 300 مره من الافينيتي لارتباط اول اكسجينه في الموقع الاول من الهيموجلوبين. فهذه بسميها كوبوريت، كوبوريت زي في الهيموجلوبين. اذا الصب يونت ممكن يكون اندبندنت في الفانكشن، وممكن يكون كوبوريت في الفانكشن زي الهيموجلوبين. بايندينج اوف اكسجين تو وان صب يونت of the tetramer، ما احنا قلنا tetramer يعني 4 subunit، increase the affinity of another subunit for oxygen. يا اخواننا المحترمين، هل في بروتينات بتكون في التيرتشري structural وبتكون عاملة الوظيفة تبعتها؟ صحيح، يعني في بعض البروتينات بتقف عند التيرتشري ستراكشر وبتكون لها وظائف معينة، وظائف عديدة، لكن بعض البروتينات لازم تدخل في الكواترنال استراكشر عشان تصير إلها الوظيفة. هلقيتي مثلا الميوغلوبين والهيموغلوبين. الميوغلوبين يحتوي على 1 بوليبيبتايد تشين، وبالتالي بس بيصل لمرحلة التيرتشري استراكشر. فالميوغلوبين بيعمل وظيفته لما يكون في التيرشر استراكشر، بيقف عند التيرشر استراكشر، لكن الهيموجلوبين لما يصل في التيرشر استراكشر ما بيقدر يعمل وظيفته الا يتحول الى الكواترنال استراكشر، فترتبط 4 بوليبيبتايد تشين توجذر ويعطيني الكواترنال استراكشر عشان يعمل وظيفته. طيب الان يا اخواننا المحترمين، ذاكرين اللي اخذنا الدومين، انتوا ذاكرين الدومين يا اخواننا. الدومين هو الوحدة الأساسية أو الوحدة البنائية في التيرتشري استراكشر، هي الوحدة الأساسية في التيرتشري استراكشر. تمام. عشان الدومين بتكون في التري دايمنشنال. الآن يا إخوانا المحترمين، البروتينات في جسم الإنسان، البروتينات في جسم الإنسان عبارة عن إيش؟ البروتينات في جسم الإنسان إما عبارة عن إجلوبيولار بروتين، هو اللي أخذناه برايمري استراكشر، سكندري استراكشر، تيرشري استراكشر، إكواتيرنال استراكشر، كل أخذناه توه إجلوبيولار بروتين أو فايبراس بروتين. إيش الفرق بين الإجلوبيولار بروتين والفايبراس بروتين؟ الفايبراس بروتين بيكون على شكل خيط، بيكون على شكل الروبس. الفايبرس بروتين بيكون على شكل خيط وبيكون elongated، يعني الفايبرس بروتين بيكون مطاول طول على شكل خيط. اما الجلوبيولار بروتين، الجلوبيولار بروتين بيكون الجلوبيولار بروتين على شكل راوند زي الكورة زي البول. اذا الجلوبيولار بروتين بيكون راوند على شكل البول، أم البول يعني الكورة. أما الفايبرس بروتين ما بيكون راوندد، بيكون إيلونجيتد مطاول طول، تمام، على شكل إيش؟ روبس، على شكل خيط. الآن الجلوبيولار بروتين في التري يعني بيكون في التري دايمينشنال. أيضا يا إخواننا الفايبرس بروتين برضو بيكون في التري دايمينشنال، صحيح هو خيط، صحيح هو خيط، لكن أيضا في التري دايمينشنال.
طيب، معظم البروتينات اللي في الجسم عبارة عن جلوبيولار بروتين، معظم البروتينات الجسم جلوبيولار بروتين. من هذه الجلوبيولار بروتين الإنزيمات عبارة عن بروتين من نوع جلوبيولار، الممبرين بروتين أيضا جلوبيولار، استورج بروتين أيضا إيش جلوبيولار. الآن يا أخوانا المحترمين، الفايبرس بروتين بيكون في التري دايمينشنال وبيصير إله إيلونجيشن أند روبس. أشهر واحد الكولاجين، الكولاجين هو أشهر واحد في الفايبرس بروتين، والكولاجين مهم في السكين وفي البون، احنا عارفين للسكين والبون. والفايبرس بروتين في الغالب في المعظم الفايبرس بروتين يتكون من عديد البوليبيبتايد تشين، الفايبرس بروتين يتكون من عديد البوليبيبتايد تشين. الآن في بروتينات عبارة عن فايبرس بروتين وجلوبيولار بروتين، ايش اسمه؟ المايوسين. فالمايوسين إلو هيد عبارة عن جلوبيولار بروتين وإلو تيل عبارة عن لونج فايبرس بروتين. فالمايوسين إلو لونج فايبرس تيل بروتين وإلو جلوبيولار هيد بروتين. فهمنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أين يتم تصنيع البروتينات؟ في الريبوسوم يا أخواننا. بعد الترانسليشن، بعد الترانسليشن يعني بعد عملية الترجمة، بعد الترانسليشن بيصير للبروتين موديفيكيشن، فبسميها بوست ترانسليشن موديفيكيشن. ايش يعني موديفيكيشن؟ يعني بدي اعدل شوي في البروتين، تمام، بدي اضبطه شوية، تمام، بدي احط هنا شوية، اجيب من هنا يعني اعدله، فبسميها بوست ترانسليشن موديفيكيشن. هذه البوست بتكون اوكور افتر البروتين سينثيسيز ان رايبوسوم، بعد صناعة البروتين ايش في الرايبوسوم. من هذه البوست ترانسليشن موديفيكيشن زي فوسفوريليشن. ايش يعني فوسفوريليشن؟ يعني اضافة مجموعة الفوسفيت. يا اخواننا لو انتم ذاكرين وين بدي اضيف مجموعة الفوسفيت، هجيت البروتين مش بتكون من امينو اسيد، في انا عندي بعض الامينو اسيد تحتوي على الاو اتشز زي السيرين والثريونين والتايروسين. التايروسين كده التي ار التي يو ار التي واي، اسف، التايروسين تي واي اي، يعني الواي بدها تيجي قبل الار، تمام، التايروسين هي تاي رو سين. الان ما علينا كتير، الان سيرين تحتوي على او اتشز، الثريونين تحتوي على او اتشز، التايروسين تحتوي على ايش؟ او اتشز. اي امينو اسيد يحتوي على او اتشز بيقدر يرتبط فيه مجموعة فوسفيت باي ايستر بوند. اعيد، ترتبط فيه مجموعة فوسفيت باي ايستر بوند. طيب ارتباط مجموعة فوسفيت بسميها فوسفوريليشن. كيف بصير؟ هلقيت انا عندي هاي مثلا، نقول هذا ار اللي هو الامينو اسيد كل ككل، وهنا فيها الاو اتشز، بتيجي مجموعة الفوسفيت بتشيل هذه الاتش وبترتبط هنا، بيصير كده المركب او مجموعة ايش؟ فوسفيت. هذه الرابطة بسميها ايستر بوند، هذه الرابطة ايش؟ داي ايستر طبعا، وهذه كمان يعني داي ايستر بوند. المهم بيرتبط مجموعة الفوسفيت بواسطة ايستر بوند، بيرتبط مجموعة الفوسفيت بواسطة الايستر بوند في الامينو اسيد الذي يحتوي على او اتش زي السيرين والثريونين والتايروسين. طب ليش؟ هيت يا اخواننا بعض الانزيمات لما تعملي لها فوسفوريليشن بتصير اكتف، ولما تعملي لها دي فوسفوريليشن يعني تنزع مجموعة الفوسفيت بتصير ان اكتف. وبعض البروتينات الانزيمات يعني لما تعملي لها فوسفوريليشن بتصير ان اكتف، ولما تعملها دي فوسفوريليشن بتصير اكتف. فعمليه الفوسفوريليشن ريفرسبل، مره بتضيف يعني لما انت بدك الانزيم هذا يكون اكتف بتحطه فوسفوريليشن، طيب اذا بدك اياه يكون ان اكتف بتشيل عنه مجموعه الفوسفيت، او
في بعض الانزيمات، لما بدك اياه اكتف بدك تشيل عنه مجموعه الفوسفيت، لما بدك اياه ان اكتف بدك تحط له مجموعه فوسفيت، وهذا ريفرسبل يعني فوسفوريليشن وايش ودي فوسفوريليشن، عشان هيك بنسميه سويتش ريجولار سويتش. السويتش يعني زي المفتاح، افتح سكر، فوسفوريليشن افتح، دي فوسفوريليشن سكر، وفي بعض الانزيمات الاخرى فوسفوريليشن سكر، دي فوسفوريليشن افتح. تمام. من البوست ترانسليشن موديفيكيشن اعمل عمليه جلايكوزيليشن. ايش يعني جلايكوزيليشن؟ يعني تضيف جلوكوز للبروتين. لما تضيف الجلوكوز بتخلي البروتين مور سوليوبل، بتخلي البروتين مور سوليوبل يعني هايدروفيلك. هايدروفيلك في بعض البروتينات بدك تعمل عمليه اسيتيليشن. ايش يعني اسيتيليشن؟ اسيتيليشن يعني تضيف اسيتيل جروب اللي هي سي دبل بوند او سي اتش 3، هذه هي ايش الاسيتيل جروب. لما انت تضيف الاسيتيل جروب فانت حتضيف سي اتش 3 صح؟ طبعا مع سي دبل بوند او، لكن انا بدي اركز على سي اتش 3 هذه. يعني انت ضفت مجموعه كربونه وبالتالي خليت المركب مور انسوليوبل، مش الكربون هيدرو كربون، يعني انت زودت الكربونات وبالتالي مور انسوليوبل وبالتالي هيدروفوبيك. فعمليه الاسيتيليشن بتعمل هيدروفوبيك، وايضا الاسيتيليشن تو بريفنت ديجراديشن اوف بروتين، برضو الاسيتيليشن تو بريفنت ديجراديشن اوف بروتين. طيب الهيدروكسيليشن، عمليه الهيدروكسيليشن يا اخواننا يعني اضافه الاو اتشز. وين كنا نشوفها في الهيستو؟ كنا نشوفها في البرولين واللايزين لما كنا نضيف او اتشز على الكولاجين، وبالتالي عشان تعمل للكولاجين مور ستيبل لازم تعمل له هيدروكسيليشن للبرولين وايضا لللايزين ان كولاجين. هذا بسميها بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، وراجع الهيستو في هذه النقطه. الان يا اخواننا المحترمين دي ناتوريشن اوف بروتين، احنا قلنا يا اخواننا كيف بدي عرقتي البروتين في التيرشري استراكشر. ممكن يا اخواننا طبعا البروتين في التيرشري او في السكندري استراكشر بيكون فولدنج، في السكندري استراكشر بيكون فولدنج عشان الهيدروجين بوند في الباك بوند، في التيرشري استراكشر بيكون فولدنج عشان البوند موجود في الار جروب، وقلنا اربع انواع من البوند. لو انت كسرت هذه البوند فراح تحول البروتين من تيرشري استراكشر الى سكندري استراكشر. يعني لو انت كسرت البوند بتوين الار جروب، مثلا كسرت الهيدروجين بوند، كسرت الايونيك بوند، كسرت الهيدروفوبيك بوند، كسرت الدايسلفايد بوند، اذا لو انت كسرت البوند راح يتحول من تيرشري استراكشر الى سكندري استراكشر، ولو انت كمان كسرت هذه البوند راح يتحول من سكندري استراكشر الى البرايمري استراكشر. يعني لو انت كسرت البوند تبعت السكندري استراكشر اللي هي الهيدروجين بوند تبعت الكاربوكسيل جروب وتبعت ايش الامينو جروب، وبالتالي راح يتحول الى البرايمري استراكشر يعني سيكونسينج اوف امينو اسيد. هل انت العبد في البيبتايد بوند؟ لا. فهذه العمليه بسميها دي ناتوريشن. ايش يعني دي ناتوريشن؟ دي ناتوريشن عمليه الانفولدنج. عمليه ايش الانفولدنج؟ دي ناتوريشن بتكسر الويك بوند بس ما بتقرب على البيبتايد بوند. احنا قلنا البيبتايد بوند از كوفالنت بوند، ما بتقرب على الكوفالنت تبعت البيبتايد بوند. تمام تمام. عشان يا اخوانا لو انت كسرت البيبتايد بوند بسميها ديجراديشن وليس ديناتوريشن. تمام. طب انت كيف بدك تعمل عمليه تكسير للويك بوند او عمليه ديناتوريشن؟ عن طريق يا اخوانا اضافه اورجانيك سولفنت او الهيت. تمام. او سترونج اسيد او سترونج بيز او الديترجنت. الديترجنت يعني زي الصابون، او الايون اوف هيفي ميتال. هيفي ميتال زي الليد، الرصاص، الميركيوري. تمام. يعني اضافه هيفي ميتال. تمام تمام. الان
معظم الديناتوريشن از irreversible. يعني لما انت تحول البروتين من التيرشري للسكندري مش راح يرجع من السكندري للتيرشري ثاني، وبالتالي irreversible. most of protein irreversible في الديناتوريشن، لكن بعض البروتينات reversible، يعني بصير إلها ريفولدنج ثاني. ما هو انت كسرت الفولد، ما هو انت لما تكسر البوند يعني انت قللت الفولدنج، ففي جزء يسير من البروتينات بتعمل ريفولدنج من اول وجديد، لكن المعظم irreversible. يا اخواننا المحترمين، لما انت تعمل عملية denaturation of a protein فانت بتحوله من soluble الى insoluble، يعني لا يذوب في الماء. بما انه لا يذوب في الماء حيصير له precipitation in solution، precipitation in solution. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخوانا كيف بدي اعمل بروتين ديجراديشن؟ البروتين ديجراديشن كيف بدي اسوي له يا اخوانا المحترمين؟ هلقيت في نوعين من البروتينات، اما بروتين داخل الخليه بسميها intracellular بروتين، او بروتين برا الخليه بسميه extracellular بروتين. والله يا اخوانا لو انا بدي اكسر البروتين داخل الخليه، يعني البروتين اللي موجود في الانتراسيلولار انفايرومنت داخل الخليه، بدي اكسره على، طبعا بدي اعمله ديجراديشن. يا اخواننا ايش يعني ديجراديشن؟ ديجراديشن يعني تكسير الروابط البيبتيديه. فانت لما تكسر الروابط البيبتيديه فانت يعني مثلا كان عندك قول 1000 بروتين، 1000 اسف 1000 امينو اسيد، ال1000 امينو اسيد مرتبطه بروابط ببتيديه، فانت لما بتكسر الروابط ببتيديه فبصير بدل 1000 امينو اسيد مرتبطين مع بعض بصير مثلا كل 5 امينو اسيد، يعني من لارج بولي بيبتايد تشين الى سمول بيبتايد تشين كل 5 امينو، انت كنت تكسر في الروابط الببتيديه، او كمان بتخليه امينو اسيد مفرفط، ما انت كسرت الروابط الببتيديه فبتخليه امينو اسيد مفرفط. فالديجراديشن عرفنا. الان يعني لو كان البروتين انتراسيلولار وبدك تعمله ديجراديشن، بدك تعمله على بباثوي اسمه يوبيكويتين بروتيوزومال باثوي، يوبيكويتين بروتيوزومال باثوي. الان البروتين داخل الخليه فالبروتين الجسم بده يكسره، فبيجي حاجه بسميها اليوبيكويتين. اليوبيكويتين عباره عن بروتين لكن جلوبيولار بروتين، فاليوبيكويتين از سمول جلوبيولار بروتين. هذا اليوبيكويتين بروح يرتبط في وين؟ في البروتين. فلما هذا اليوبيكويتين بيرتبط للبروتين، البروتيوزوم بيشوف اليوبيكويتين مرتبط في بروتين فبيقول اكيد هذا البروتين بده يتكسر. فكيف البروتيوزوم بيعرف انه البروتين الفلاني بده يتكسر؟ البروتين بيرتبط فيها حاجة بسميها يوبيكويتين، فكأنه بخلي البروتين عليه ريش. ما انا عندي الاف من البروتينات داخل الخلية لكن في بروتين عليه ريشة، هذه الريشة تبعت البروتين اللي هو تبعت البروتين اللي هي اليوبيكويتين، كأنها ريشة على البروتين، إشارة للبروتيوزوم انه كسر هذا البروتين. تمام. ممكن بدل ما يرتبط يوبيكويتين واحد في البروتين يرتبط كثير، يعني 2 أو 3 أو 4 يوبيكويتين، بسميها مالتي يوبيكويتينيشن بس. تمام. هلقيت اليوبيكويتين بيخلي البروتين بيعمل تاجد فبيعلم البروتين، فالبروتيوزوم بروح بيكسر هذا البروتين. لكن في بعض البروتينات من بعد ما تتصنع دغري بتتكسر. ليش؟ عشان هذه البروتينات إلها في الان تيرمينال تسلسل معين من الامينو اسيد، فهذا التسلسل المعين من الامينو اسيد بفسره البروتييز انه يكسره، فبسميه نون سبيسيفيك بروتييز. يعني بعض البروتينات اول ما تتصنع بيكون لها تسلسل معين من الامينو اسيد في الان تيرمينال، هذا التسلسل عباره عن ايش؟ اشاره للنون سبيسيفيك بروتييز انه يكسرها. لكن في الاول كنا نقول بروتيوزوم، وهنا كنا نقول بروتييز، نون سبيسيفيك كمان مش سبيسيفيك. تمام.
هذا الديجراديشن لو كان البروتين داخل الخلية. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب لو كان البروتين ان اكسترا سيلولار انفايرمنت راح يتكسر عبر اللايزوسوم. كيف يا اخوانا؟ خليه اللايزوسوم بتعمل لا البروتين اللي بده يتكسر بتحوطه في فيزيكل، بعديها بتعمل له اندوسايتوسيس. لما تعمل له اندوسايتوسيس بتدخل الفيزيكل داخل اللايزوسوم، فبيجي انزيمات اللايزوسوم بترتبط ب الفيزيكل. لما اللايزوسوم يرتبط بالفيزيكل بيعمل له فاجولايزوسوم، يعني بيبتلعه وبيكسره، بيعمل له ايش؟ فاجولايزوسوم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. واحنا قلنا الديجراديشن بيكسره الى ايش؟ الى سمول بوليبيبتايد تشين او الى امينو اسيد، او الى ايش؟ امينو اسيد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. الان يا اخواننا المحترمين، هلقيت نيجي على اشي مهم جدا، بس خلينا نركز شوية. هلقيت في حاجة بسميها البروتين مس فولدينج. هلقيت الاصل كل بروتين له فولدينج معين، تمام؟ لما يصير للبروتين مس فولدينج فراح يتحول من ووتر سوليوبل الى ووتر انسوليوبل. لما يصير له مس فولدينج يعني انه يتثنى بشكل خاطئ، فراح يكون يا اخواننا ووتر انسوليوبل. لما يكون يا اخواننا ووتر انسوليوبل بصير له بريسيبيتيشن. البريسيبيتيشن بسميها ايش؟ اميلويدوسيس. اذا دوسيس عباره عن بريسيبيتيشن، الاميلويد عباره عن البروتين اللي صار له مس فولدينج. اعيد، الاميلويد عباره عن بروتين صار له مس فولدينج، الدوسيس عباره عن ايش؟ عباره عن بريسيبيتيشن. فالاميلويدوسيس از بريسيبيتيشن اوف اميلويد. هذا الاميلويد ممكن نسميه اميلويد فايبريل. لما انا يتجمع 1 بروتين مس فولدينج بسميه اميلويد فايبرل، طبعا صار له بريسيبيتيشن. بعديها كمان اميلويد فايبرل، كمان اميلويد فايبرل، فايبرل اميلويد، اميلويد فايبرل، بصير يعطيني البلوجز. اذا البلوجز مجموعه من الاميلويد فايبرل صار لها بريسيبيتيشن. من هذه الامراض الالزهايمر ديزيز والباركنسون ديزيز والترانس ميسيبل سبونجي فورم انسيفالوباثي اللي بسميه جنون البقل، البرايون ديزيز، البرايون ديزيز. فهذه الامراض عباره عن امبروبرلي فولدنج بروتين، يعني مس فولدينج بروتين، يعني صار فولدينج بشكل غير مناسب. الآن هذه الأمراض بسميها أميلويدوسيز. إذن هذه الأمراض اللي صار إلها مس فولدينج بسميها أميلويدوسيز، اللي هي الباركنسون ديسيز، الألزهايمر ديسيز، البرايون ديسيز أو الترانس ميسيبل سبونجي فورم انسيفالوباثي، البرايون ديسيز. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. فتحول من فولدينج الى فتحول من سوليوبل الى انسوليوبل فايبرل. الانسوليوبل فايبرل هي عباره عن مس فولدينج يتكون بشكل رش، يعني كتير من البيتا شيت. فهل الانسوليوبل فايبرل هدول او الاميلويد هدول او المس فولدينج بروتين هدول بتكون من رش الفا هيليكس ولا ريش بيتا شيت؟ لا، ريش بيتا شيت، ريش بيتا شيت. اصلا هو كان الفا، السليم كان الفا، ولما بطل سليم صار بيتا. فهمنا؟ تمام، هاجد حناخد كيف. تمام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. شايفين هاجد هذا البرين؟ شايفين كيف يا اخواننا البلوجز؟ قلنا البلوجز اللي هو ترسبات المس فولدينج بروتين او بسميها المس فولدينج بروتين، يعني الاميلويد. والاميلويد بيكون اول شيء اميلويد فايبرل، لما يتجمع اميلويد فايبرل بيصير بلوجز. شايفين كيف الفرق بين الدماغ السليم والدماغ المصاب؟ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله الذي عافانا. في يا اخواننا نيجي اول واحد الباركنسون ديزيز. الباركنسون ديزيز الاميلويد
فايبريل اللي راح يتجمع اللي هو بسميها الفا سين نيوكليين، الفا سين نيوكليين هو راح يكون الاميلويد فايبريل، واميلويد فايبريل مع اميلويد فايبريل راح يكون اميلويد بلوكس. فهذا الباركنسون ديزيز عباره عن الباركنسون ديزيز عباره عن اميلويدوسيس، راح يصير دوسيس ترسبات للاميلويد فايبريل. هذه الاميلويد فايبريل بسميها الفا سين نيوكليين، الفا سين ايش نيوكليين. الان نيجي يا اخواننا بفضل الله عز وجل على البرايون ديزيز او جنون البقر. البرايون ديزيز اول اشي يا اخواننا كان طبعا في حاجة بسميها انفكشس، ها انفكشس بروتين. ايش يعني انفكشس بروتين؟ يعني بروتين معدي. طب احنا عارفين اصلا البكتيريا هي اللي بتعدي، الفطريات هي اللي بتعدي، الفيروسات فايرال انفكشس صح؟ بكتيريال انفكشس. هنا بيقول لك بروتين معدي. ايش يعني؟ يعني يا اخوانا انا عندي بروتين ضارب، وانا عارف البروتين الضارب او البروتين بسميه بسميه بروتين انفكشس، يعني بروتين معدي. ايش يعني؟ يعني هذا البروتين الضارب بيروح على البروتين السليم وبيخلي البروتين السليم يصير بروتين ضارب، وهدول الاثنين البروتين الضاربين اللي تكونوا بيروح على بروتين ثالث سليم وبيخلوه بروتين ضارب، وبالتالي بسميه انفكشس. فالانفكشس البروتين المعدي بيعدي البروتين السليم فبيصير ايش ايضا بروتين ضارب. هرجيتي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. النون انفكشس بي ار بي اللي هو البرايون دي سي، البرايون النون انفكشس بي ار بي بيحتوي على الالفا. النون انفكشس يعني السليم، النون انفكشس يعني السليم الذي يحتوي على الفا. اما الانفكشس بيكون الغير سليم الذي يحتوي على البيتا. الانفكشس بيكون الغير سليم الذي يحتوي على البيتا. فالانفكشس بروح للالفا للسليم وبيخليها تتحول لمين؟ للغير سليم. فهذا بروح للسليم وبيخلي السليم يتحول لمين؟ للانفكشس الغير سليم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ف انت ضليتك تكون انفكشس، انفكشس معدي معدي. طب ما هو يا اخوانا انفكشس يعني يحتوي على بيتا، يعني راح يصير له بريسيبيتيشن، تمام؟ راح يصير له ترسبات اميلويد فايبريل، بعديها بيصير اميلويد بلوكس، راح يصير له ترسبات، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا المحترمين، البرايون ديسيز، البرايون ديسيز ممكن يصير في الانسان وهي اسمه. طبعا انا يا اخوانا مش عارف بعرفش الفضو اسمه في الانسان هيو. البرايون ديسيز اسمه في الانسان ان هيومن، والبرايون ديسيز اسمه في البوفين هيو، تمام؟ في الـ في الـ في الكتل. البرايون ديسيز اسمه في الكتل هيو، والبرايون ديسيز اسمه في الشيب هيو. فالبرايون ديسيز له ثلاث اشكال، هاي اسمه في الـ في الـ في الانسان، وهل وهي اسمه في الكتل او منقول والله اعلم الكتل يعني البقر، وهي اسمه في التشيب او منقول انغنم، تمام؟ البرايون ديسيز كيف بدهم يعرفوا انه هذا بروتين فولدينج وبالتالي بروتين نون انفكشس وبالتالي بروتين يحتوي على الفا، وكيف بدهم يعرفوا انه هذا بروتين انفكشس وبالتالي يحتوي على بيتا؟ والله يا اخواننا لو كان بي ار بي سي، لو كان بي ار بي سي شايفين بسميه سيليولار، فشايفين لو اجى في الامتحان هذا الرمز بدك تقول لي هذا الرمز النون انفكشس يعني السليم سيليولار، السي رمز لسيليولار. والله لو اجى الرمز هذا بي ار بي اس سي يعني الانفكشس رمز لسكاربي. وبالتالي يا اخواننا في البي ار بي، البي ار بي اس سي يعني سكاربي يعني ان فيك شاص يعني يحتوي على بيتا شيت، يعني هذا راح يخرب الدنيا. اما البي ار بي
سي هذا سيليولار يعني السريم تبع الخلية، سيليولار أو بقول السريم تبع إيش؟ تبع الخلية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فعرفنا كيف بميزوا بين النون انفكشس والانفكشس طبعا في الامتحانات، إنه بحطوا سي يعني سيليولار أو الأس سي يعني إسكاربي، فالأس سي انفكشس والسي نون انفكشس. أما نيجي على يا أخواننا الزهايمر ديسيز، أصلا يا أخواننا ليش سموا البروتين ديس فولدينج أو ميس فولدينج، ليش سميه بالأميلويد دوسيز أو بالأميلويد فايبريل اللي راح يصير له تجمع الأميلويد فايبر؟ عشان في حاجة بسميها أميلويد بروتين بريكيرسور، يعني في حاجة بسميه أميلويد بروتين. الأميلويد بروتين ممكن يتكسر بشكل خاطئ. طبعا من وين اجى اسم الاميلويد فايبريل او الاميلويد بلوكس او الاميلويد الاميلويدوسيس؟ من اسم البروتين اللي هو الاميلويد بريكيرسور بروتين. المهم هذا الاميلويد بروتين ممكن يصير له يعني ممكن يتكسر بشكل خاطئ فيعمل لي اي بيتا بولي بيبتايد. فالاي بيتا بولي بيبتايد عبارة عن تكسر للأميلويد بروتين لكن بشكل خاطئ. تجمع طبعا هذه يا أخواننا بما إنه بشكل خاطئ يعني ميس فولدينج، يعني هي عبارة عن أميلويد فايبريل، فتجمع الاي بيتا توجذر اي بيتا بولي بيبتايد اي بيتا بولي بيبتايد حيعطيني بالنهاية أميلويد بلوكس، حيعطيني ايش؟ اميلويد بروكس. ولاحظ بيتا، انا بقول بيتا اذا تحتوي على ريش بيتا شيت، ها بيتا ابليتد شيت تحتوي على، طبعا يا اخوان هي انسوليوبل، يعني هذه يا اخوان لما تتجمع توجذر حتعطيني الاميلويد فايبريل او الاميلويد بلوكس، حتعطيني اميلويد بلوكس. لما تعطيني الاميلويد بروكس مليانه بالبيتا شيت، تخيل اي بيتا، قال لي اي بيتا تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فالبيتا هي المش سليمة، أما الألفا هي بتكون سليمة تمام. إيه طبعا لسه ما خلصناش، نيجي على الألزهايمر ديسيز. طبعا يا إخواننا الألزهايمر ديسيز إيش مصيبته؟ مصيبته إنه أنا في عندي أميلويد بريكيرسور بروتين، هذا الأميلويد بتكسر بشكل خاطئ فبيعطيني A بيتا. الـ A بيتا طبعا إنسوليوبل فبتترسب، طبعا لما تتجمع A بيتا مع A بيتا حتترسب بشكل أكبر، بعدها A بيتا بشكل أكبر، بالنهاية حتعطيني أميلويد بلوكس. شايفين الأميلويد بلوكس، الأميلويد إيش؟ بلوكس تمام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. برضو اللي بيميز الباركنسون تسيج حاجة بسميها التان، آسف الألزهايمر ديسيز، آسف احنا شغالين على الألزهايمر ديسيز، الباركنسون ديسيز خلصناه تمام. اللي بيميز الألزهايمر ديسيز حاجة بسميها التانجل، التانجل هذه هي التانجل، من هذه التانجل بروتين اسمه التاو. ايش هذا التاو؟ حكيت يا اخواننا في بروتين اسمه التاو، هذا التاو في حلقيتي النيورون يحتوي على مايكرو تيوبيول، الاكسون اوف النيورون يحتوي على مايكرو تيوبيول. ايش وظيفة المايكرو تيوبيول؟ المايكرو تيوبيول فيها يتم نقل المعلومات. اعيد حلقيتي، مش النيورون او النيرف يحتوي على اكسون، طبعا اكسون دندرايد، بس انا الاكسون يحتوي على مايكروتوبيول، المايكروتوبيول هي اللي راح تنقل المعلومات، اللي بربط مايكروتوبيول توجذر، اللي بيخلي المايكروتوبيول مرتبطه توجذر هو بروتين اسمه التاو، هو بروتين ايش اسمه؟ التاو. الان في مرض الالزهايمر ديسيز التاو، ها التاو بيصير له ميس فولدينج فبيطلع فبيخرج من المايك من الاكسون اوف نيرف، وبالتالي بيطلع من المايكروتوبيول، وبالتالي المايكروتوبيول بتصير مفرفطة وما بترتبط مع بعض، بتبطل ترتبط المايكروتوبيول مع بعض. لما ترتبط المايكروتوبيول مع بعض مش راح يصير نقل المعلومات،
وبالتالي الإنسان مش راح ينقل معلومات، وأيضا مش راح يحفظ ومش راح يتذكر المعلومات. تمام، هذا التاو بيروح على أكسون سليم، وبشفط بروح على التاو السليم وبروح بياخده وبيحوله إلى تاو مش سليم، وبتجمعوا مع بعض وبروحوا على أكسون تاني وأكسون تالت، وبضلهم يجمعوا التاو يجمعوا التاو يجمعوا التاو، بيعطوني هذا الشكل. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن بس ناخد مرض الباركنسون ديسيز من تلخيص الدكتورة أريج شاهين، يعني ما شاء الله التلخيص مرتب. الآن بيقول لي في عندي بروتين اسمه أميلويد بريكيرسور بروتين، هذا بتكسر بالبيتا والجاما طبعا بإنزيمات، هذا لما يتكسر ممكن يعطيني هذا وهذا، أهم إشي بيعطيني الأي بيتا. أهم إشي لما يتكسر الأميلويد بروتين بشكل خاطئ راح يعطيني الأي بيتا. الأي بيتا يعني الأميلويد بيتا. يعني لو واحد قال لي إيش يعني أي بيتا، أي بيتا يعني الأميلويد بيتا. هذا الأميلويد بيتا أو الأي بيتا هو اللي راح طبعا هو إنسوليوبل، وراح إيش يصير له بريسيبيتيشن. اذا هو الاي بيتا او الاميلويد بيتا از ميس فولد، وراح يصير له استيكي، راح يصير له ايش استيكي. في بدايه الامر تجمع اكم من واحد من الاي بيتا بيكون سوليوبل، لكن بعد كده انت تجمع بشكل كبير اميلويد بيتا بيكون ان سوليوبل فايبرل. انت انسى قصة السوليوبل، بس خلص احفظ ان سوليوبل فايبرل. الان سوليوبل فايبرل مع ان سوليوبل فايبرل مع ان بدهم يعطوني بلوجز، بدهم يعطوني ايش البلوجز. فالبلوجز عبارة عن ان سوليوبل ديبوزيشن اوف بيبتايد الاي بيتا اللي هو الاميلويد بيتا. افهمنا ايش يعني البلوجز؟ تجمع عديد ايش البيتا. هذه الاي بيتا يا اخواننا بتعمل weak communication and elasticity at synapse، فبتقلل من التواصل، طبعا بتقلل من الكوميونيكيشن يعني نقل المعلومات والمرونة الelasticity والelasticity، وبالتالي بتعمل stop of formation لا الميموري and retrieving يعني استعادة. فهي بتعمل stop توقف في formation يعني تكون ميموري جديدة، وأيضا استعادة الذاكرة القديمة، وبالتالي بصير مرض الزهايمر، يعني بصير الإنسان يفقد شوي شوي من إيش من المعلومات، يعني بصير يخرفن. عافانا الله وإياكم، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا يا أخواننا المحترمين، الأي بيتا ما بتأثر بس على النيرون، ما بتأثر فقط على النيرون، لكن بتأثر أيضا على المايكرو إجليال سيل وعلى الأستروسايت سيل، على الأستروسايت سيل والمايكرو إجليال سيل. إحنا عارفين إن المايكرو إجليال سيل is immune cell. المايكرو إجليال سيل is immune cell. المايكرو إجليال سيل هي اللي راح تخلص البرين، يعني المايكروغلايال سيل في الطبيعي بتخلص البرين من الويست، من الويست الاشياء الموجوده فيه، هذه من الويست برودكت. فالمايكروغلايال سيل بتخلص البرين من اي شيء ما بدي اياه، من هذه الاشياء اللي انا مين بدي اياها الاي بيتا، الاي بيتا. فيا اخواننا المحترمين اعيد، المايكرو جلايال سيل في الطبيعي بتخلص خلايا الدماغ من أي أشياء أنا ما بدي إياها، من هذه الأشياء اللي أنا ما بدي إياها الأي بيتا. فالأي بيتا بتحفز المايكرو جلايال سيل تفرز مكوناتها السيتوكاين، لكن عشان الأي بيتا مليانة بشكل كبير، وبالتالي راح يتم إفراز السيتوكاين بشكل كبير جدا. تمام، طيب هذه السيتوكاين طبعا زي ما احنا عارفين بتدمر ريموف اوف اي بيتا، هذه السيتوكاين بتعمل ريموف اوف اي بيتا اللي موجوده في النيرون.
فهذه السيتوكاين بتدمر الاي بيتا الموجوده في النيرون، وايضا بتعمل فاجوسايتوسيس للاي بيتا. طب الاي بيتا موجوده في النيرون، فهي بتبلع الاي بيتا مع للنيرون، مع للنيرون يعني مع للنيرون، تمام. فبتعمل ايضا ريموفينج للسينابس، ريموفينج للنيرون والسينابس. طبعا عشان الاي بيتا مليانه في البرين، فالمايكروغلايال راح تبلع هنا وراح تبلع هنا راح تبلع هنا راح تبلع هنا راح تبلع، حتخرب خلايا البرين، هتخرب خلايا البرين، وبالتالي الدماغ راح يتوقف عن تخزين المعلومات وتكوين ميموري جديد واستعادة الميموري القديم. طبعا الاي بيتا لها اشكال كثيرة، لها اشكال كثيرة، لكن سبحان الله لحتى الان مش معروف مين من هذه الاشكال اللي بتسبب الزهايمر ديسيز. هلقيتي كمان الاي بيتا زي ما احنا قلنا في عندي طبعا الالزهايمر ديسيز غير الاي بيتا، عرفنا انه الزهايمر ديسيز والاي بيتا، غير الاي بيتا في حاجه للالزهايمر ديسيز اللي بيميزها التانجل، التانجل ايضا بتميز الالزهايمر ديسيز، من هذه التانجل التاو، من هذه التانجل ايش التاو. احنا عارفين في الخلايا العصبيه السليمه المولكيول او الانفورميشن تحمل في الاكسون عن طريق المايكرو تيوبيول، المايكرو تيوبيول يعني المايكرو تيوبيول هي اللي بتحمل المعلومات، اللي بده يعمل استابلايزيشن للمايكرو تيوبيول هو التاو، هو ايش التاو. في مرض الزهايمر، في المرض الزهايمر التاو راح يصير له موديفيكيشن، وبالتالي راح ينفصل عن المايكرو تيوبيول. لما ينفصل على المايكروتيوبيول فيش إيش اللي يثبت المايكروتيوبيول، وبالتالي راح إيش تتفرفط المايكروتيوبيول. شايفين يا إخوانا لما التاو يكون مرتبط في المايكروتيوبيول، هاي المايكروتيوب طبعا هذا كله الأكسون، شايفين كيف المايكروتيوبيول والتاو اللي هو اللونه هنا أورانج، هاي التاو بروتين بمسك المايكروتيوبيول مع بعض. لكن لما التاو يتفرفط ويطلع برا المايكروتيوبيول، المايكروتيوبيول يا أخوانا راح تتفرفط، وبالتالي أنا مش راح أقدر أنقل المعلومات، تمام تمام. والتاو هذا تمام بيروح لأكسون سليم وبيشيل التاو منه، فالاكسون الثاني المايكروتوبيول بتتفرفط وبروح للتاو الثالث والتاو الرابع، بيعطيني ايش استانجل، اسف بيعطيني تانجل، تمام. بهيك باذن الله عز وجل بنكون خلصنا الشابتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه جميعا، دمتم في رعايه الله وحفظه ومنه وكرمه. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا وفضلنا على كثير من عباده المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.